السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. هذا الفيديو الثاني على نظرية التعلم. ديجا حطينا النظرية السلوكية، دابا غنهضروا في هذا الفيديو على النظرية البنائية. ما نطولش عليكم، ندخلوا مباشرة. شنو هي النظرية البنائية او النظرية التكوينية؟ التعلم عند البنائيين يبنى، دونك التعلم يبنى من خلال تكييف الذات مع موضوع التعلم. شنو كيقصدوا بهذا الشيء؟ كيقول ان المعرفه او التعلم كيتبنى. شنو هو كيتبنى؟ يعني مثلا انا كجسد وكروح الى اخره، فالمعرفه عندي كتبنى من خلال الاحتكاك بموضوع التعلم، وذلك عبر استيعاب معلومات جديده، يعني وتلاؤم. دونك هنا كنكتسب معلومات جديده وتلاؤم التلميذ معها من اجل الحصول على التوازن. بمعنى انا كنكون الذات، يعني الشخص ولا المتعلم تيكون في واحد الحاله التوازن، فاش كتجابه واحد الوضعيه، فاش كيتجابه واحد المعرفه جديده، كيدخل في حاله لا توازن. كيكون في توازن، كيتجابه مع معرفه، كيدخل في حاله لا توازن. من بعد ما كيحدث التعلم كيولي في واحد التوازن جديد، مفهوم؟ إذن هنا كنهضروا على التلاؤم التلميذ معها، يعني أصبح توازنا جديدا من أجل الحصول على التوازن الحاصل في الدماغ بين المعطيات السابقة والمعطيات الجديدة. فأنا كتكون عند الشخص أو المتعلم كتكون عنده واحد المعطيات السابقة، كيكون في حالة توازن، فاش كيف يواجه واحد المعرفة جديدة كيدخل في الحالة ديال لا توازن. فاش كيكتسب المعرفة الجديدة فكيولي في حالة توازن جديد. وهذه النظرية أي النظرة البنائية ترى أن المتعلم له تمثلات. شنو هما التمثلات؟ هي لك المعارف السابقة وخبرات سابقة. هاي سابقة تمثلات، يعني واحد المعارف سابقة، شي حاجة أو واحد المفاهيم عنده في دماغه، يعني عنده أفكار قديمة وخبرات سابقة، وليس صفحة بيضاء، يعني ماشي راه ما عارف حتى حاجة، لا، راه عنده واحد فكرة على شي حاجة. غير هذيك الفكرة كنسميوها تمثل. علاش؟ حيت كتكون صحيحة ولا ما صحيحاش إلى آخره، كتكون تمثل وليس صفحة بيضاء. كما أن النمو يؤثر على القدرات العقلية للمتعلم كما في الجدول الآتي، غادي نشوف واحد الجدول تو دو سبيتش. ألو، هنا أن النمو كيأثر على المتعلم، فبقدر ما ينمو المتعلم بقدر ما تنمو معارفه ومهاراته وقدراته. يعني المتعلم فاش كيتعلم راه كتزاد عنده المعارف والمهارات والقدرات، مفهوم؟ دونك فاش كيحدث التعلم كيتزاد عنده ثلاثه الحوايج: المعرفه، المهاره والقدره. من الرواد ديال النظريه السوسيو بنائيه او المدرسه البنائيه هو جون بياجي اللي اسس هذه النظريه البنائيه، وجون دويي انسي دو سبيت. دونك هنا شوفوا معايا هذا الجدول اللي كيهضر عليه جون بياجي، قول لي انه راه التعلم مقترن بمدى نمو. دونك باش بقدر ما ينمو المتعلم بقدر، يعني كل ما كبر المتعلم في السن ديالو، في المراحل السنيه ديالو، كل ما كتزاد المعارف ديالو والمهارات ديالو والقدرات ديالو حسب الجدول التالي. فجون بياجي كيقسم مراحل النمو الى اربعه: المرحله الحس حركيه، مرحله ما قبل العمليات، مرحله العمليات الماديه او الملموسه او المشخصه، والمرحله العمليات المجرده. دونك المرحله الحس حركيه هو من اللي كيتزاد المتعلم حتى العام، حتى كيولي عام. هنا كيتعلم بالاحساس وبالحركه، كتكون عنده حركات وافعال، هذيك الافعال والحركات اللي كتكون فطريه، مفهوم؟ زائد اعاده الاستجابات الساره وتكرارها. اللعب مثلا لكن اللعب كيفرحو، فهو كيبقى يكرر هذيك العمليه ديال اللعب باش دائما يكون فرحان. دونك اعاده الاستجابات الساره، التمركز حول الذات، دونك كيكون هو كل شيء كيبغيه يكون ديالو، كل شيء يعني كاين غير الان ديك الساعه. بدء اكتساب اللغه في نهايه المرحله، اذا فاش كيقرب يكمل العام كيبدا يكتسب اللغه، اللغه ديال الناس اللي دايرين به. مرحله ما قبل العمليات، يعني من العام الثاني حتى لسبع سنين، هنا راه ما قبل العمليات كيكون عنده واحد التفكير رمزي، يعني كل حاجه كيعطيها في الرموز. داكشي علاش كنقولوا فاش كيجي التلميذ للمدرسه راه ماشي جاي صفحه بيضاء، راه ديجا جايب معاه شي حوايج، مفهوم؟ علاش؟ لانه في هذه المرحله السنيه او في مرحله ديال يعني المرحله ما قبل العمليات راه تيكون اكتسب مجموعه من الاسماء والرموز ديال الاشياء.
ثم ما كتكونش عنده القدرة على أنه يفكر بالعكس، أو البرهان يقدر مثلا البرهان بالخلف أو إلى ذلك. دونك هنا عدم القدرة كذلك على التفكير في أكثر من بعد، دونك يكون يعني التفكير ديالو بسيط سطحي إلى آخره، وكتكون عنده يعني إضفاء الحياة على الألعاب، مفهوم؟ دونك الألعاب مثلا كيشد مونيكا كيرجعها كائن حي، كيبقى يهضر معاها، تيشد مثلا لعبة كاميو دونك تيرجعو شي حاجة اللي هي حية أو شي حاجة اللي هي يعني. فهنا كنهضروا على ما قبل العمليات، دونك كيعطي الحياة مثلا الألعاب كيف ما تنقولوا، هذا هو اللي كيميز هذه المرحلة. مرحلة العمليات المادية أو الملموسة أو المشخصة من 7 سنين حتى 12 عام، كيولي عنده واحد التفكير منطقي عبر استخدام الأشياء الملموسة، من ذلك استعمال العجينة والأقراص في الابتدائي فيما سبق. يعني شنو؟ يعني في السابق أو في مرحلة ما قبل العمليات كان كيستعمل العجينة والأقراص إلى آخره، باش يفسر، باش يفك، إلى باش يميز الحوايج، باش يحسب، باش يقرا، باش إلى آخره. ولكن هنا فكيبدا يستخدم ما هو ملموس، تطور القدرة على التفكير العكسي. إذا في هذه المرحلة ما قبل العمليات ما كانش كيدير التفكير العكسي، داكشي علاش كنلقاو مثلا تطور القدرة على التفكير العكسي، يعني أصغر من بي. دونك بحال اللي كنقولوا في هذه المرحله ما قبل العمليات كيقول لنا ها ا راه اصغر من بي، ولكن في هذه المرحله المواليه كيقول الا كانت ا اصغر من بي هذا معناه ان بي اكبر من ا. دونك هنا هذا هو التفكير العكسي. غير مثال، تطور القدره على التفكير في اكثر من بعد. مثلا في الابتدائي كنبقاو نقولوا له هذا اطول من هذا، هذا اقصر من هذا، هذا اكبر من هذا، اثقل من هذا، هذا اخف، هذا. دابا في هذه المرحله ديال العمليات كيولي خصو يميز ما بين الحجم والوزن والكتله و دونك مجموعه من الحوايج ويقارن بيناتهم، دونك اكثر من بعد. بحال مثلا فاش كنقولوا في الابتدائي كيكون هذه الطول ديال هكذا وهذا لا، ولكن في مرحلة العمليات فكيولي يهضر على اي شيء مثلا عنده طول وعنده عرض وعنده بعد ثالث اللي هو الارتفاع. ثم الفشل في التفكير المجرد والحساب الذهني، يعني الوليدات من 7 سنين حتى 12 سنه راه ما تيكونوش قادرين، كيقدروا يديروا محاولات في التفكير المجرد والحساب الذهني ولكن ما تيقدروش يوصلوا ليها. مرحله العمليات المجرده هو اكثر من 12 سنه، كيولي عنده قدره على انه يدير الاستدلال البرهنة العقلية والحساب الذهني والتفكير المنطقي والقدرة على أنه يتخيل ويتصور ويواجه المشكلات. دونك هادو هما مراحل النمو حسب بياجي. ويؤكد بياجي أن هذه المراحل متتالية ولا يمكن للطفل أن ينتقل من المرحلة إلى الأخرى إلا إذا أتم المرحلة السابقة. يعني ما يمكنش يجي مباشرة ويبدأ من مرحلة ما، لا، لابد من أن يتم جميع مميزات أو يمر جميع عبر جميع مميزات كل مرحلة. مرحلة الحس الحركية ضروري، كل ندزنا منها، كاع الانسان داز منها، ما قبل العمليات كل شيء داز منها نفس الشيء. دونك ما يمكنش الانسان ينتقل من مرحله لمرحله حسب بياجي الا اذا اتم المرحله حسب. اهم المفاهيم في المدرسه البنائيه الاستيعاب، يفهم، يدرك، التلاؤم، التوازن، التكيف، والتمثلات، وكاين مصطلحات اخرى. فهنا مبادئ التعلم في المدرسه البنائيه فكيقول لنا بان التعلم لا يمكن، التعلم لا يمكن لا ينفصل عن التطور النمائي. يعني راه الانسان باش يحدث عنده تعلم، هذا التعلم لا ينفصل عن التطور النمائي، يعني خصو يكبر باش ندير له العمليات المجرده خاصو يفوت 12 سنه، باش ندير له مثلا التفكير او البرهان العكسي او التفكير بالضد او المناض خاصو يكون فات المرحله الثانيه اللي هي مرحله العمليات الماديه والملموسه الى اخره. ثم دونك هنا خاص يكون عنده واحد النمو باش يدير واحد النوع من التعلمات. كذلك ان التعلم عند بياجي يقترن باشتغال الذات على الموضوع وليس باقتناء المعارف عنه، بمعنى ان شنو؟ بمعنى ان الذات
تمارس عملية التفكير على الموضوع. الموضوع هو ليس الموضوع هو الذي يستغل الذات كما كيجي في النظرية الجيستالتية اللي غادي نشوفوها في فيديو آخر. إذا هنا النظرية البنائية كتركز على أن الموضوع يعني الفرد هو الموضوع أو الذات أو الفرد أو الشخص أو المتعلم هو الذي يمارس التفكير، هو الذي يشتغل على الموضوع. إذا الذات كنقصد بها المتعلم، اشتغل على الموضوع يعني اشتغل على موضوع التعلمات. ثم التعلم يقترن بالتجربة وليس بالتلقين، مفهوم؟ ماشي كنجي نفتي عليه نفتي عليه نفتي عليه، ولكن كيخصو يدير تجربة باش يكتسب المعرفة، باش يكتسب المهارة، باش يكتسب القدرة. كذلك التعلم حسب النظرية البنائية يستند على المكتسبات السابقة، مفهوم؟ علاش؟ لأن المكتسبات السابقة كتعطينا واحد الإطار، كتعطينا واحد المعارف عندي الى اخره. ولكن هذيك المعارف فاش كنواجهها بواحد المعارف جديده، دونك فاش كتكون عندي هذاك المكتسب السابق تنكون في حاله توازن، ولكن فاش كنواجه معارف جديده كندخل في حاله لا توازن. وفاش كنتعلم فكنرجع لحاله التوازن، ولكن واحد التوازن جديد الى اخره. الاستدلال شرط لبناء المفهوم، يعني باش التلميذ انا داك شنو خصو يدير، خصو يمارس او يكون قادر يمارس القدره ديال الاستدلال والبرهنه العقليه والحساب الذهني والتفكير المنطقي باش يبني مفهوم معين. ثم كذلك رقم 6 عندنا الخطا شرط للتعلم، يعني شنو كنعتمدوا هنا على بيداغوجيا الخطا، لان من الخطا غادي يتعلم، وميمكنش مثلا يتعلم دون حدوث خطا. ثم كذلك الفهم شرط للتعلم، راه الا ما فهمش ما غاديش يتعلم، مفهوم؟ دونك هادو كلها كتسمى المبادئ ديال التعلم في النظريه البنائيه. دونك حد لهنا كينتهي الفيديو ديالنا ديال النظريه البنائيه. نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.